كان في لازم يبقى لينا رؤيه النهارده بقى اخرى، لازم يبقى في تكريم، وتكريم واجب، لان في ناس اثرت بصراحه في يعني تاريخ النادي الاهلي واثروا في التاريخ دوت، والحمد لله ربنا يديهم الصحه ما زالوا معانا وما زالوا عايشين في وسطينا. عشان كده كنا لازم نفكر كيفيه تبقى سنه موجوده، كيفيه نكرم هؤلاء اللي هم ليهم دور كبير وتاثير كبير في مسيره النادي الاهلي، زي بالظبط من 1907 واول مجلس اداره لغايه النهارده. عشان كده احنا ابتدينا فكرنا يبقى عندنا الوسام الذهبي للنادي الاهلي. الوسام دوت يعني بنخص فيه بعض الشخصيات اللي خدمت النادي الاهلي والرياضه المصريه لخمسين سنه وبدون مقابل وبقلب وبروح وبحب لناديها ولبلدها. عشان كده وقيم كلهم قيمات يعني قيم، عندهم قيم كبيره جدا. ابتدينا ان احنا اول من حصل على ده المستشار محمود فهمي، ربنا يديله الصحه يا رب. الراجل ده انا يعني من 50 سنه بيخدم النادي الاهلي ومجلس اداره، اذا ما كانش اكتر من 50 سنه بس انا مش عايز اكبره يعني في السن، بيخدم النادي الاهلي بدون مقابل. كل القضايا اللي النادي الاهلي كان بيدخل فيها الرسوم هو اللي بيدفعها، ما بياخدش ولا حاجه من النادي الاهلي. عشان كده الراجل ده يعني الحمد لله ان احنا وفقنا في اختياره يكون صاحب اول وسام ذهبي وعايش في وسطينا. لكن في ناس تانية كلكم اكيد بتحملوا لهم كل القدر. كابتن حسن حمدي، كابتن حسن انا مش عايز اتكلم دلوقتي عليه كتير، بس ده كان زميل في الملعب، ثم زميل في الاداره، ثم زميل في التخطيط لقطاعات كثيره جدا. بس حسن نموذج حي للخدمه ناديه باخلاص شديد جدا. احنا عندنا احتفاليه ان شاء الله بعد بكره للاحتفال بكابتن حسن وتقليده هذا الوسام الذي يستحقه جدا. مش بس كابتن حسن حمدي، شخصيه اخرى عالميه، شخصيه اخرى لازم كلنا نفتخر بيها، ابن من ولاد النادي الاهلي دكتور حسن مصطفى. يا جماعة لما يكون عندنا نموذج زي ده انه يفضل 20 سنة، اكتر من 20 سنة رئيس اتحاد دولي، اعتقد ده يعني جميعا ان احنا نجل هذا الرجل ونقدره. والناس كلها حتى المرة دي في الانتخابات الاخيرة ده كل الناس بتقول له اتفضل، احنا كلنا بنزكي هذا الرجل، كل اللي في اوروبا. فده شخصية لازم ان احنا برضو نسعد بيها يعني بإذن الله. فانا بشكرهم. هنا هو ده التكريم اللي كنا بنتكلم عليه.